السلام عليكم دكتور محسن، كلم عليكين. اليوم بدي تحكي بحق خصوص عقم الرجل، اش كيف من ديبي. هلأ هذا العقم الرجل انا كتير صار ما يجينا مريضين من غير بلادات، يعني من بلاد العرب، ما ياخدوا خزعة بس من الخصي، ما ياخدوا خزعة وما يقولوا له انت فيك عندك عقم وما بيصير لك اولاد. يعني هلأ هذا تتاخد خزعة من الخصي عندنا هون بتركيا وبأوروبا وبأمريكا، هاي تركوا هيك شغلة ما في. الخزعة من الخصي بتاخذ النتيجة تطلع الحيوانات بالمئة عشرين مع الأسف. يعني أصلا في عقم واخدين خزعة وما طلع النتيجة تحت المايكروتيسي، يعني تحت المنظار تنفتح الخصي ونشوف بالمئة خمسين بيلتقى حيوانات. وأنا جاني هيك مريض ما يجون من غير بلادات والحمد لله منداويين وما نفتح الخصي وما نلاقى حيوانات. ريت تحكي بحق الموضوع، كتير بلش جينا مريضين اخدين بس خزعة وبلا مايكروتيسي ومع الأسف ما يكون النتيجة ما طلعت كويسة، وتموا بخير إن شاء الله.